بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه أستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا التسجيل بإذن الله سنتطرق إلى الإجابة النموذجية للاختبار المقترح للفصل الأول بالنسبة للسنة الأولى من التعليم المتوسط. إذن وبدون إطالة مع الوضعية الأولى التي اقترحناها في هذا الموضوع، يقول: وضعت بين يديك الوسائل التالية: بطارية دلالتها 6 فولت ومحرك ومصباح دلالة كل منهما 6 فولت، كذلك وأسلاك توصيل وعنصرين للتحكم في تشغيلهما بشكل مستقل عن بعضهما. المطلب الأول: ما نوع التركيب المناسب لتشغيل كل من المحرك والمصباح بصفة عادية؟ ثم ارسم مخطط دارة هذا التركيب باستعمال الرموز النظامية، وعين عليه اتجاه التيار الكهربائي. ثالثا: في حالة تلف المصباح ماذا يحدث في هذا التركيب؟ علل إجابتك. إذا بالنسبة للتركيب المناسب، يعني هنا ننطلق من الدلالات الموجودة، يعني من السندات والمعطيات الواردة في هذه الوضعية. يقول: بين يدينا بطارية دلالتها 6 فولت ومحرك دلالته 6 فولت ومصباح دلالته 6 فولت. إذن هنا لكي يكون التوهج أو العمل بصفة عادية، فالتركيب الأنسب هو ربط هذه العناصر فيما بينها على التفرع، يعني المصباح والمحرك يربطان على التفرع مع البطارية. ضف إلى ذلك، يقول أنه لدينا عنصرين للتحكم في كل منهما بشكل مستقل عن الآخر، بمعنى المصباح سيكون له قاطعة تتحكم فيه، والمحرك هو الآخر له قاطعة تتحكم فيه. ثم يقول: ارسم مخطط هذا التركيب. إذن مخطط هذا التركيب يكون بهذه الكيفية. مثلا إذا لدينا مولد أو بطارية، نوصل سلك، هذا السلك نفرعه فرع نركب فيه قاطعة أولى للمصباح، والفرع الثاني نركب فيه قاطعة الثانية للمحرك، ونتمم الدارة، وبهكذا نكون قد أنجزنا مخطط التركيب. نعين عليه اتجاه التيار في الدارة الرئيسية وفي الدارات الفرعية. إذن يخرج التيار من القطب الموجب كما هو مبين بسهم، يصل إلى نقطة التفرع، يتفرع التيار الكهربائي إلى فرعين، فرع للمصباح وفرع للمحرك، ثم يخرج من المحرك ومن المصباح ليلتقي في نقطة الالتقاء، ويعود تيار كلي من جديد إلى المولد. بعد ذلك، في حال تلف المصباح ماذا يحدث؟ إذن في حال تلف المصباح فإنه هو ينطفئ، هذا شيء طبيعي، يعني أتلف المصباح فإنه ينطفئ. وبالنسبة للمحرك ما مصيره؟ فإن المحرك يستمر في الدوران بنفس الكيفية ما دامت قاطعته مغلقة. لماذا؟ لأن التعليل: لأن المصباح والمحرك في هذه الحالة مستقلين عن بعضهما البعض، أي لكل منهما دارته الكهربائية الخاصة به، فهما يشتركان فقط في المولد، يعني مصدر التغذية هو المشترك. أما الدارات فلكل عنصر دارته الخاصة به، المصباح دارته الخاصة به والمحرك دارته الخاصة به. نمر إلى الوضعية الثانية. يقول: طلب الأستاذ من تلاميذ السنة الأولى متوسط أن ينجزوا تركيبا كهربائيا يتم فيه التحكم في مصباح من مكانين مختلفين، ما اسم هذا التركيب وما هي ما بعض أماكن استعماله؟ أرسم مخطط دارة هذا التركيب باستعمال الرموز النظامية، ثم أنقل جدول الحقيقة التالي لهذا التركيب وأتممه. إذا مع تسمية التركيب، ما دمنا نتكلم عن التحكم في مصباح من مكانين مختلفين أي باستعمال قاطعتين، فإن هذا التركيب يسمى تركيب ذهاب وإياب. من أهم الأماكن التي يستعمل فيها مثلا مثل ما ذكرنا: غرف النوم للأطفال، الرواق ذو المدخلين، أو السكن أو كل بناية ذات طابقين، أو المحلات ذات المدخلين إلى آخره. إذن هذا بالنسبة للتسمية وأماكن الاستعمال. أرسم مخطط الدارة لهذا التركيب باستعمال الرموز النظامية. إذن لدينا المولد بترميزه المعتاد والمعروف،
والمصباح أسلاك التوصيل، ثم قاطعتين من النوع ذهاب وإياب كما نلاحظ، يعني قاطعة ثلاثية ثلاثية الأطراف، ونوصل بحيث القاطعتان تربطان على التسلسل. هذا أمر مفروغ منه، يعني كل قاطعة موصولة بالتقابل مع القاطعة الأخرى. بعد ذلك يقول أنقل الجدول التالي لهذا التركيب وأتممه. إذن فلدينا الجدول الآن، الحالات التي يكون فيها المصباح يشتغل والحالات التي لا يشتغل فيها بالتوافق مع وضعية القاطعتين. إذن هنا أخذنا هذا الموضع العلوي هو الموضع صفر للقاطعة، وهنا كذلك هو الموضع صفر، والموضع السفلي لكل منهما هو الموضع رقم واحد. إذن حينما تكون القاطعة الأولى مثلا، هذه القاطعة الأولى في الموضع صفر والقاطعة الثانية في الموضع صفر، تلاحظ بأن الدارة مغلقة وبالتالي يتوهج المصباح. الحالة الثانية، نبقي على القاطعة الأولى في الوضع صفر وننزل المفتاح للقاطعة الثانية إلى الوضع واحد، هنا تصبح الدارة مفتوحة وبالتالي يكون لدينا المعطيات صفر واحد صفر، أي المصباح منطفئ. ثم الحالة الثالثة، ننزل القاطعة الأولى إلى الوضع واحد والقاطعة الثانية تبقى في الوضع صفر، هنا كذلك يكون المصباح منطفئ لأن الدارة مفتوحة. الحالة الرابعة، القاطعتان في الوضع واحد، أي المفتاح الأول في واحد والمفتاح الثاني في واحد، وبالتالي تكون الدارة مغلقة في هذه الحالة ويتوهج المصباح. نمر إلى الوضعية الثالثة، الوضعية الإدماجية. يقول تحتوي السيارة على العديد من التركيبات الكهربائية، منها محرك ماسح الزجاج، محرك ماسح الزجاج، المنبه، ومحرك السخان. إذن أرسم مخطط الدارة الكهربائية لهذه التركيبات التي تستمد الكهرباء من بطارية واحدة دلالتها 12 فولت وهي تعمل بشكل مستقل عن بعضها. ما هي وسائل الحماية الموجودة في الشبكة الكهربائية للسيارة من مخاطر الكهرباء؟ برأيك حدوث الاستقصار في دائرة كهربائية مضر أم مفيد؟ برر إجابتك. إذن بالنسبة للسؤال الأول، يعني الأجهزة الثلاثة أكيد دلالة كل واحد منها يوافق دلالة البطارية، يعني كل منها 12 فولت والبطارية 12 فولت، إذن فهذا العناصر ينبغي أن توصل مع البطارية على التفرع وتعمل بشكل مستقل عن بعضها، نبين ذلك باستعمال القواطع. إذن المحرك الأول، محرك مثلا محرك ماسح الزجاج، له قاطعة رقم واحد تتحكم فيه، إذن فهذه الدارة الأولى له. الدارة الثانية لمحرك السخان، سخان الماء، أيضا له قاطعة تتحكم فيه، والمنبه كذلك له قاطعته تتحكم فيه. إذن تلاحظ بأن لدينا ثلاث دارات تشترك، ثلاث دارات مستقلة عن بعضها البعض تشترك فقط في البطارية. إذن هذا بالنسبة لرسم مخطط التركيبات المطلوبة. السؤال الثاني يقول ما هي وسائل الحماية في السيارة الكهربائية من أخطار التيار الكهربائي؟ إذن لدينا الوسيلة الأولى تتمثل في العوازل للنواقل الكهربائية ولهياكل العناصر الكهربائية، يعني كل الأسلاك نجدها مغلفة بمادة عازلة لمنع التلامس المباشر، وكذلك هياكل الأجهزة والعناصر الكهربائية للسيارة كلها مغلفة بمواد عوازل لكي لا يحدث تلامس بين الأسلاك وبين العناصر ببعضها البعض. ثم العنصر الثاني الموجود للحماية في الشبكات في الدارات الكهربائية للسيارة هو استعمال المنصهرات، بحيث كل دارة كهربائية مزودة بمنصهرة خاصة. مثلا لو عدنا إلى هذه التركيبات التي تكلمنا عنها سابقا، تجد محرك ماسح الزجاج مزود بمنصهرة، والسخان مزود بمنصهرة، والمنبه بمنصهرة، وهكذا، وذلك لحمايتها من التلف في حالة حدوث الاستقصار أو ما شابه ذلك. بعد ذلك، برأيك حدوث الاستقصار هل هو ضار أم نافع؟ برر إجابتك. إذن بالنسبة للاستقصار مضر، بحيث إذا كان جزئيا يتلف لنا العناصر الموجودة في الدارة الكهربائية، أما إذا كان كليا فيتلف المولد وربما حتى الشبكة. إذن هذا ما اقترحناه عليكم. في الأخير أسأل الله العلي القدير نكون قد وفقنا، كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم مما قدمناه لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.